والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد سلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدنج شانل، ومع كورس التحليل الفني قسم الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: ماذا تبقى لنا في هذا الكورس؟ سنتناول هذا العنوان بالشرح والتفصيل من خلال الست نقاط الآتية. رقم واحد، لو لاحظت في المحاضرات السابقة كيف بدأنا شرح نماذج الشموع اليابانية الإنعكاسية من البداية، بدأنا بشرح النماذج المكونة من شمعة واحدة مثل خط الحزام الحاجز بيلت هولد لاين، وقلنا أنه ينقسم إلى بيريش بيلت هولد لاين وبوليش بيلت هولد لاين، والموجة العالية هاي ويف، والمطرقة هامر، والرجل المعلق هانجينج مان، والمطرقة المقلوبة انفيرتد هامر، ونجمة المساء شوتينج ستار. رقم 2، شرحنا النماذج المكونة من شمعتين مثل النماذج الابتلاعية انجالفينج باترن، وقلنا أنها تنقسم إلى بيريش انجالفينج باترن وبوليش انجالفينج باترن، والاختراق بيرسينج باترن، وغطاء السحاب المظلمة دارك كلاود كفر، والهرامي هرامي باترن، وهرامي كروس أو كروس هرامي، والهجوم المضاد كونتر أتاك، وقلنا أنه ينقسم إلى بوليش كونتر أتاك وبيريش كونتر أتاك، وبرج القمة تاور توب، وبرج القاعدة تاور بوتوم، وملقاة القمة تويزرز توب، وملقاة القاعدة تويزرز بوتوم. رقم 3، وشرحنا النماذج المكونة من 3 شمعات، وهي دوجي نجمة دوجي ستار، نجمة الصباح مورنينج ستار، نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، نجمة المساء إيفنينج ستار، نجمة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار، والغربان الثلاثة 3 بلاك كراوس، والجنود الثلاثة 3 وايت سولدرز. عرفنا أن كل الأنماط السعرية السابقة سواء المكونة من شمعة واحدة أو من شمعتين أو 3 شمعات هي أشكال إنعكاسية أي عاكسة للاتجاه، وهو ما يهم بالدرجة الأولى كل متابع لاتجاه الأسعار، حيث يشغله في المقام الأول مراقبة السوق للكشف عن أي إشارة تنذر بتغيير الاتجاه. رقم 4، المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نشرح الدوجي بجميع أنماطه وأشكاله وأنواعه وخصائصه وكيفية استخدامه مع النماذج الأخرى في التداول. رقم 5، سوف نتكلم فيما بعد عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية. أما رقم 6، نأتي للجزء الأهم وهو معرفة مواطن استخدام الشموع اليابانية مع أنماط التحليل الفني الأخرى مثل موجات إليوت والدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه إلى آخره. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.